ازيكم يا ابو وليد؟ برج الجدي يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الجدي ليوم الثلاث 5 ابريل 2022. بالنسبه لك النهارده يا جدي، لو كان عندك وقت قليل جدا في النهارده هتلاقي فيه وقت فراغ ليك، ما تضيعش الفرصه دي وحاول انك تعدل كل الامور اللي ممكن تبقى مش واضحه قدامك النهارده، حتى لو كان الطقس في حاله هتبقى مناسبه ليك في الوقت ده، في الشكل ده، في العام ده، علشان تعرف تخطط لكل اوقاتك اللي جايه بشكل كويس. وحاول تتقبل دعوه، اي دعوه ممكن تكون موجهه ليك النهارده انك تحضر فيها حاجه النهارده، اقبلها وروح واستمتع باليوم ده بشكل كويس. هتمشي في روزها، هتبقى لطيفة جدا من نوعها، هتبقى صحية، هتبقى بصحبة أصدقائك النهاردة، هتستمتع جدا بيها وهيتفيدك بشكل كبير جدا جدا، وهتبقى بتريحك اليوم ده. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة، في للأسف شوية توترات في علاقتك مع حبيبك اليوم ده، حتى ممكن تكون بسبب إهمالك ليه. التوتر ده حصل بسبب ناتج عن إهمالك أنت بيه، فحاول أنك تهتم أكتر بيه وتهتم لمشاعره أكتر، حاول أنك تهتم بيه علشان ما تخسروش. لو أنت بتحبه اهتم بيه أكتر علشان ما تخسروش. بنبهك بشكل كويس يا جدي علشان ما تخسرش شريكك في اليوم ده. بالنسبة لك مهنيا النهاردة، هتشترك مع كل زملائك في اليوم ده علشان تعملوا فرح أو مناسبة هتبقوا متجمعين فيها بشكل كبير جدا جدا، وهتبقى المناسبة دي جميلة بشكل كبير. هتهتموا ببعض في اليوم ده وهتحاولوا انكم تلبوا دعوة بعض البعض، وهتوجهوا ليكم النهاردة بأفكار هتبقى مبتكرة جدا وحديثة جدا جدا في اليوم ده، وهتستثمروا فيها بشكل كويس وهتشاركوا بعض فيها بشكل كويس ايضا. بالنسبه لك صحيا النهارده، ممكن تشتكي شويه من تشنج اعصابك في اليوم ده، وحتى ممكن تمر بضغوط هيكون مصدرها الكبير هو الشغل، او حتى حياتك العاطفيه هيبقى فيها ضغوط كتيره برضو هتبقى بتظهر قدامك النهارده. علشان كده بيستحسن انك تراجع دكتورك الخاص بسرعه كبيره جدا جدا علشان يرشدك للطريق الصحيح، علشان تعرف تتخلص من تشنج الاعصاب اللي ممكن تكون بتمر بيه وبتواجهه في الفترة دي. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيدخل كوكب الزهرة لبرج الحوت في اليوم ده، وهيمر لحد اليوم الثاني من شهر مايو، وهيجلب لنا العبور ده طاقة حلوة جدا جدا في بعض الأحيان علشان نهرب لحياتنا النهاردة، وخاصة تفاعلاتنا وعلاقاتنا في الفترة دي. كوكب الزهرة في الحوت هيبقى رقيق وحنون جدا جدا جدا، على الرغم من صعوبة الوصول ليه النهاردة، هيكون في شوق كبير جدا بيصعب حتى الوصول ليه وتحديدا ارضائه. الحدود النهارده هتبقى ضبابيه بشكل كبير، خاصه تحت التاثير ده، ممكن انه يتضمن جانب فيه ظل كبير جدا من المواقف دي اللي هيبقى فيها مراوغه وتجنب ليه حاجات كتيره ممكن تكون بتحصل النهارده. خلاف الموضوع ده هيكون في الوقت مناسب علشان تزيد التعاطف النهارده والتفاهم مع كل الاشخاص اللي حواليك، وهنكون بننفتح اذهاننا النهارده بشكل كبير على كل الملذات اللي ممكن تبقى قدامنا. في تسليه هتبقى مختلفة بشكل كبير، خاصة في الأسابيع اللي جاية قدامنا النهاردة. بيض القمر في برج يومه في برج الجوزاء النهاردة، وهيبقينا على اطلاع بأصابعنا وقدمنا بشكل كبير جدا جدا وعقلي. هيشجعنا القمر الجوزاء النهاردة على أننا نتنوع ونخرج أجهزة جديدة من الاستشعار عندنا، ونلتقط من خلالها أفكار جديدة ونصايح مختلفة وجديدة. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.